هذا مخطط هذا استرا حق اللي قلت لك على ايه ايوه انت كلام انت كلام بصلى انا يومين انا صلى طيب هذا وشو هذا غلط رجال مجلس رجال ايوه هذا باب هنا هذا حمام برا طيب. هذا غسالة هذا باب هذا مفدارك انت غلط يعني هذا مقلط هذا مصحون يعني بزعمك هذا غلط هذا صحن اي هذا صحن اي هذا هرمة هذا مجلس ربحنا طيب هذه مصورة ولا استراحة هذا استراحة يعني من هنا يدخل الرجال هذا الرجال هذا وعلى الصلاة وعلى الصحون صحنين يبون لهم تاكسي من هنا يصلون لو يبون يمشون على قديها والله ما يصلوا بمطلق وربع الا من فتره تبدو انتظارك شاب لك قاز مصلحه لا ما في قاز هذا بعدين فايده فايده طل عدى المخطط هذا عدلت المخطط ايه. مصوره ايه مصوره انت كلام ما في كويس انا ثاني مخطط تصلح حلو هذا مخطط ايه ايه هذا خف بعير ولا مخطط وش خف بعير خف عير ما تعرفه يعني استراحة يعني الحين انت يعني الحين انت مسوي انك معدل الحين معدل الحين ها طيب معين ندخل معين وين البوابة هذا وبعدين هذا مجلس ايوه رجال مجلس هذا بابينا ايوه هذا قلت هذا وش صغيرات هذول هذا صحانة لا والله صحون ايه صحون وراي ايه. طيب بعدين هذا باب موجود هذا حارم مجلس يا تبدي لي مالك تبدي هذا باب ثاني يعني ماراثون هو يعني ماخذين السباق كلنا عاوزين شليله من هنا حريم ورجال ايوه كم هذا غسالة هذا باب موجود هذا صغير غرفة هذا الطيب هذا فوطة طيب يدخل الباب هنا طيب ليه ما تحطه مسبح تخليهم ياخذون فراشة يعني تحط هذا مروشة طيب بعدين يدخل النهل أيوة. والله لا يدرون بك حقنا كسور ثاني ياخذونك انت وراتب 50 ألف اي كم هذا بعدين بعد حطنا موقف سيارات هذا وش هذا جبروبه حلو ما سيم هذا وهذا جيبه بزاد تحرى العشاء اقول يا مال مدير اللي يدير راسك يعني ودارك هذا مخطط الصراحه هذا اسطبل خيل ما هو حق هذا اشترى جديد صلى راح يطلع